بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيب القلوب ودواء القلوب ونور القلوب. أما بعد، أيها الأحباب، نقف اليوم وإياكم مع قصة حكاها لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقصة اليوم مميزة، لأن الذي يحكي لنا القصة ويسرد أحداثها هو الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنفسه. لنستمع. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجل من بني إسرائيل ذهب إلى رجل آخر لديه مال، فأراد أن يستقرض منه مال، أراد أن يستلف منه مال، فقال: يا فلان أسلفني 1000 دينار ذهبية. فقال له: ائتني بالشهود. قال ذاك الرجل: كفى بالله شهيدا. فقال الرجل الذي يريد أن يسلف، قاله: إذن ائتني بكفيل. قال ذاك الرجل: كفى بالله كفيلا. فقال الدائن الذي يريد أن يعطي المال، قال: كفى بالله كفيلا. فأعطاه المال، أعطاه 1000 دينار على أن يرد هذه 1000 دينار في فترة معينة بعد كذا كذا شهر. الرجل أخذ المال ثم ذهب في بلاد بعيدة وراء البحر حتى يتاجر. تاجر تاجر تاجر، كبرت ثروته. لما جاء وقت سداد الدين جاء إلى البحر، فانتظر مركبا، انتظر سفينة، ينتظر قارب، ما وجد. انتظر 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 ما وجد. وكان بينه وبين هذا الرجل أنه في هذا اليوم سيسلمه النقود. فجلس الرجل على الساحل وظل ينتظر مركبا، ما وجد. انتظر فانتظر فانتظر فلم يجد. الرجل جاءته فكرة، أخذ خشبة كبيرة وحفر وسطها وجعل فيها المال، وكتب ورقة، كتب صحيفة إلى صاحبه يقول: هذا مالك الذي أسلفتني. ووضعها ثم أحكم غلقها وقال: اللهم إنه كان طلبني كفيلا فقال: كفى بالله كفيلا، وطلبني شهدا فقلت له: كفى بالله شهيدا فقبل، اللهم أدي عني. ثم رمى الخشبة في البحر وقال: اللهم إني أستودعكها، يا رب أجعل هذه الخشبة والمال في وداعتك. هذا اليوم أيها الأحباب يوم تسليم الدين. فالرجل جاء إلى الساحل حتى يركب سفينة فيصل إلى صاحبه، وصاحب المال أيضا جاء إلى الساحل ينتظر صاحبه حتى يأتي فيأخذ منه المال. هذا مسكين محبوس في ذلك الشاطئ، وهذا ينتظر في هذا الشاطئ. انتظر الرجل، انتظر انتظر انتظر، لم تأتي السفينة، وبطبيعة الحال لم يأتي الرجل. الرجل رأى أن خشبة في الماء مقبلة، رأى خشبة كبيرة فانتظرها. لما وصلت الخشبة إلى الساحل أخذ الرجل الخشبة وذهب إلى بيته يريدها خشبة للنار، حطب. أخذها، أخذ الفأس وبدأ يشق وبدأ يقطع الخشبة. لما بدأ يقطعها خرج من الخشبة كيس فيه 1000 دينار وفيه الورقة، فلما قرأها فرح واستبشر. بعد فترة وجد صاحبه مركبا فعاد إلى تلك البلدة وأخذ الكيس وأعاده إلى صاحبه، فقال: ما هذا المال؟ قال: هذا دينك. قال: ألم ترسلهم؟ قال: قلت لك ما وجدت مركبا. قال: فإن الله قد أدى عنك دينك، إن الله أدى عنك دينك بتلك الخشبة. فعرف الرجل أن دينه قد وصل، وعلم ذاك أنه قد أرسلها. هذا أيها الأحباب هو ما يسمى عندنا في الإسلام الأمانة. الأمانة خلق مهم ثابت ثابت. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، متى ما توانينا ومتى ما تكاسلنا فقد عصينا الله سبحانه وتعالى. العجيب أن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبه على أن الأمانة خلق إنساني، فيصف بعض النصارى فيقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. يقول بعض النصارى: إذا أمنته يؤديه إليك. ما هذه؟ هذه خصلة جميلة يقول سبحانه وتعالى، أي أن هذه الخصلة يجب علينا أن نعملها. We'll be right back.
ولكن أيها الأحباب، بمجرد أن نتخلى عن الأمانة نقع في مصيبة كبيرة جدا جدا جدا. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث، أي علامة المنافق. تسمع معي أيها الأخ الكريم، علامة المنافق إحدى ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. ليس محل للأمانة. بل جاء في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث سيدنا أنس، يقول سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقال: لا دين لمن لا أمانة له. أيها الأحباب، كل من ليست له أمانة ليس له دين. يصلي، يصوم، يتصدق، الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لا دين له، هذا لا دين عنده، هذا لا يمتلك الدين، ويوم القيامة سوءة فوق سوءة. جاء في الصحيحين ينصب يوم القيامة لكل غادر لواء، الذي يخون الأمانة ينصب له لواء، وينادى في الناس في المحشر: هذه غدرة فلان بن فلان، فلان هذا الذي خان الأمانة هذه غدرته، فيتسامع به الناس كلهم. أين نحن أيها الأحباب ممن كان يسمى في الجاهلية والإسلام بالصادق الأمين؟ اشتهر حتى في الجاهلية بالأمين. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، ترك الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في فراشه. لماذا تركه؟ تعرفون لماذا تركه؟ تركه حتى يؤدي الأمانات. أمانات من؟ أمانات كفار قريش الذين ضربوه، الذين منعوه أن يبلغ الدعوة، الذين حبسوه في الشعب، الذين طردوه من بلده، الذين هؤلاء حفظ النبي أماناتهم وتركها عنده. ولما أراد أن يهاجر ترك الإمام علي حتى يؤدي عنه الأمانة. والأمانة أيها الإخوان لها ثلاثة أمور: الأمر الأول هي ألا تقرب حق غيرك، الأمر الثاني أن تحفظ الأمانة إذا استودعتها، الأمر الثالث أن ترد الأمانة إذا طلب منك الرد. علينا أن نتنبه: لا دين لمن لا أمانة له، لا دين لمن لا أمانة له. أسأل الله تعالى أيها الأحباب الأكارم أن يجعل الأمانة خلقا راسخا فينا وفي أولادنا وفي أحبابنا وفي أصحابنا، حتى تشيع هذه الثقافة ويوجد المجتمع كله أمينا. وصلى الله على الصادق الأمين وعلى آله الأمناء وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.